نجدد التحية وهذا فيديو جديد نتحدث فيه عن فيلم الأرض، وهو أروع الأفلام من 100 فيلم مصري عالمي، يعني من أوائل الأفلام المصرية العالمية فيلم الأرض. في نهاية فيلم الأرض، بعد أن قرر الباشا بناء طريق على الأرض الزراعية وتخريب محصول القطن، اتفق جميع الفلاحين مع بعض لجمع القطن قبل دهسه أو تخريبه. ونحن نوثق هذا هو جمع القطن، القطن المصري أو الذهب الأبيض، وكان المحصول الرئيسي على طول تاريخ مصر. ما زلنا نتابع، هذا هو فيلم الأرض بالطبع، بطولة محمود المليجي، صلاح السعداني، عزت العلايلي. يتم تعبئة القطن في أكياس كما نشاهد. مرة الحطب تنطفي ومرة المحبة تدوم، مش كده يا وصيفة؟ طب ندرن عليها يا شيخ، ده شيل لك اني وصيفة يوم الفرح ان شاء الله من جمل لحد باب صار. الله يخيبك يا ابو الشيخ يوسف ويلعنك في كل كتاب يا شيخ. خليتنا اشرب شويه شد ورا بدل الدخان المكان. قول لي يا عبادي، ازاي الشيخ حسون يعمل عمل المهببه دي؟ ازاي يا رب؟ انت ما تقدرش تفهم اللي عمله الشيخ حسون يا علواني، انت ما عندكش ارض. عبادي، ما تبيع الفدان لحيتك وتشتري بيه غنم وانا امشي لك بيها، انت نبقى شرك. انت براس المال وايد مجهودي. بلا ارض بلا وجع حالك. ايه؟ يعني ابيع ارضي واقعد لك عريان؟ ده دي. ما الناس كلها اتولدوا عريانين. هو حد كان نزل من بطنه مكسي؟ كما نشاهد، هذه نهاية فيلم الأرض. عساكر الإنجليز يعتدون على الفلاح المصري وهو يجمع القطن. عملاق السينما المصرية محمود المليجي. أقوى لقطات السينما المصرية والتي تؤكد على ارتباط الفلاح المصري بأرضه. محمود المليجي متعلق بالأرض.
شاهدنا بعض اللقطات من فيلم الأرض. هذا هو الريف المصري والذي عانى كثيرا تحت الاستعمار وتحت تسلط البشوات والهوانم، كما يقال أرض فاطمة هانم وأرض فلان وأرض علان. عانى الفلاح كثيرا وفيلم الأرض من أقوى الأفلام التي ناقشت قضايا الفلاح المصري. وهذه قريتنا وهذه المنازل المبنية بالطوب اللبن أو بالطوب الني كما نقول، وهذا توثيق للاعتداء على الفلاحين أو اعتداء على منازلهم بالإزالة. في عصور سابقة كان يتم الاعتداء على منازل الفلاحين بالإزالة كما نوثق وكما نشاهد. مرة أخرى هذا هو توثيق واضح لقيام بعض الجهات بهدم منازل الفلاحين. بالطبع الصورة تاريخية منذ عشرات السنين. حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، الفلاح المصري يصرخ، الفلاح المصري يئن. ارتفاع أسعار الأسمدة، ارتفاع سعر إيجار الأرض، ارتفاع أسعار المبيدات، وارتفاع أسعار البذور، وارتفاع، ومع ذلك الفلاح المصري ينتمي لبلده ويعشق أرضه وما زال يجاهد ويكافح ولم يترك أرضه ولن يتركها أبدا. الأرض هي العرض، يعني الفلاح المصري يعتبر أرضه بمثابة عرضه، ودائما أبدا الفلاح المصري يعمل هو وزوجته وأولاده في الأرض. هذه صور حصرية من الريف المصري، الريف الذي عانى كثيرا، والمزارع المصري الذي عانى كثيرا لكي نأكل ونشرب ونعيش في سعادة وهناء. حافظ الله مصر، وطنا طيبا يحنو على أبنائه، ومنارة عالية تشع بضياء على العالمين. نوصي بضرورة الاهتمام بالفلاح المصري.